بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه هذه الكلمة التي تتعلق بأهمية علم أصول الفقه لطلاب علوم الشريعة على وجه العموم ولطلاب مادة الفقه على وجه الخصوص. وبين على وجه الخصوص نتطرق لتعريف علم الأصول وتعريف علم الفقه وما بينهما من التداخل وما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من التشابه أو الفروق. ثم بعد ذلك نذكر أهمية علم أصول الفقه للفقيه على سبيل الإجمال مع شيء من التفصيل بعد ذلك إن شاء الله. أما أصول الفقه فقد عرفه الأصوليون بأنه هو دلائل الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق الاستنباط ومعرفة حال المستفيد. فأصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية، والدليل الإجمالي هو الذي لا يعين جزئية على حدة، وذلك كمطلق الأمر، كون الأمر يقتضي الوجوب وكون النهي يقتضي التحريم مثلا. هذه أدلة، هذه مسائل أصولية، هذا محل نظر الأصول. وينبغي أن يعلم أن التغاير بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية هو تغاير اعتباري وليس تغايرا بالذات. والأدلة الإجمالية هي محل نظر الأصول، أما الأدلة التفصيلية فهي محل نظر الفقيه حين يستدل على فرع من فروع مادته بأصل من أصول الشريعة. وهذا التغاير كما قلنا هو تغاير اعتباري وليس تغايرا حقيقيا، لأن الأدلة الإجمالية لا وجود لها إلا ضمن أفراد لها متعلق جزئي خاص، ونبين ذلك بالمثال. فمثلا قول الله تعالى أقم الصلاة، هذا دليل إجمالي بالنسبة للأصول ودليل تفصيلي بالنسبة للفقه. فمحل نظر الأصول هو هذه الصيغة، هو صيغة تفعل أقم. فينظر الأصولي في هذه الصيغة هل هي للوجوب أو للندب أو لغير ذلك، وينظر في صيغة افعل هل هي للفور أم أنها يجوز معها التراخي فلا يحتاج الآمر إلى أن يمتثل على الفور، وينظر في صيغة افعل هل تقتضي التكرار أم أنه يكتفى بالمرة، وينظر في هذه الصيغة هل هذا الأمر بهذه المسألة نهي عن ضدها أو ليس نهيا عن ضدها، هل هذا الأمر يقتضي الإجزاء لو فعل فالمأمور به إذا فعل أجزاء أم لا يقتضي أم لا يستلزم الإجزاء، هل الأمر بالشيء أمر بقضائه لو فات أو ليس أمرا بقضائه. هذه المسائل هي محل نظر الأصول. أما الفقيه فإنه يستدل بهذه الآية وهي أقم الصلاة على مسألة جزئية وهي وجوب الصلاة، فالدليل هو نفس الدليل لكن جهة النظر مختلفة. جهة نظر الأصول هي ما ذكرنا، وجهة نظر الفقيه هي إثبات فرع شرعي من خلال هذا الدليل الشرعي. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، فخرج بذلك العلم بالأحكام التي ليس طريقها الشرع كالأحكام العقلية والعادية، فإن العلم بها لا يسمى فقها. العملية بخلاف الاعتقادية، فالعلم بها له علم آخر يسمى علم العقيدة أو علم أصول الدين ولا يسمى علم الفقه. المكتسب أيضا يشترطون في الفقه أن يكون مكتسبا،
فالعلم الذي ليس طريقه الاكتساب لا يسمى فقه. فالعلم مثلا الذي رزق الله سبحانه وتعالى الملائكة والأنبياء عن طريق الوحي، وعن طريق أن الله سبحانه وتعالى وهبهم علوما من عنده سبحانه وتعالى، ليس طريقها التسبب والاكتساب، لا يسمى فقها في الاصطلاح، وإنما الفقه هو العلم المكتسب الذي يكتسبه الإنسان ويدرسه. أيضا لا بد أن يكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي التي مثلنا لها مثلا بقول الفقيه الصلاة واجبة لقول الله تعالى وأقيم الصلاة، ولقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، بخلاف ما كان مكتسبا من دليل إجمالي فإنه لا يسمى فقها، وذلك كعمل المقلد بفتوى إمامه، لأنه مكتسب من دليل إجمالي وهو أن حكم الله في حقه هو ما أخبره به هذا المجتهد لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا علمه كله مكتسب من دليل إجمالي، وبيان ذلك أن الدليل التفصيلي إنما يبين جزئية، وأما الدليل الإجمالي فإنه تؤخذ منه المسائل كلها. فمثلا قول الله تعالى أقيم الصلاة، هذه الآية لا يمكن أن يستدل بها الفقيه على وجوب الصوم ولا على وجوب الزكاة، لأن لها متعلقا خاصا وهو وجوب الصلاة. أما فتوى الإمام بالنسبة للمقلد فإنه يستفيد من فتواه، يستفيد من فتواه جميع الأحكام الشرعية، لأنه دليل إجمالي في حقه وليس دليلا تفصيليا في مسألة معينة. المسائل الأصولية هي قواعد، وللفقه أيضا قواعد، والفرق بينهما أن القواعد الأصولية هي قواعد كلية صالحة للاستدلال متقدمة على الفروع، أي وجدت قبل وجود هذه الفروع الشرعية. فمسائل الأصول غالبا قواعد كلية بخلاف الفقه، فالفقه قواعده أغلبية وهي صالحة للاستدلال، فيمكن أن تستدل بالأمر على الوجوب، فتقول دليل وجوب الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا صيغة أمر والأمر يقتضي الوجوب، كون الأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة أصولية، كون النهي يقتضي التحريم قاعدة أصولية، وهكذا، فهي صالحة للاستدلال بخلاف القواعد الفقهية فليست طريقا للاستدلال، وإنما هي أشباه ونظائر تجمع لتسلك في نظام واحد، وليحفظ الإنسان بها ما تشابه من الفروع ويضم بعضها إلى بعض، وإلا فإنها ليست طريقا للاستدلال، فالقواعد الفقهية ليست طريقا للاستدلال، الاستدلال طريقه القواعد الأصولية. أيضا قواعد الفروع، القواعد الفقه استفيدت من جمع النظائر، من جمع نظائر الفروع الفقهية، أما القواعد الأصولية فهي متقدمة على الفروع الفقهية. هذا عن تعريف العلمين على سبيل الإجمال، وعما بينهما بين أدلتهما من التغاير الاعتباري الذي ذكرنا. والفقيه بالجملة يحتاج إلى عدة علوم، ويحتاج إلى أن يعرف من اللغة ما يفهم به الفروع الفقهية التي يدرسها، ويحتاج أيضا كذلك إلى حفظ الفروع الفقهية التي سطرها العلماء في المذاهب الفقهية، ويحتاج أيضا إلى أن يعرف أدلة هذه الفروع، وأن يعرف طرق استنباط الأحكام الفقهية. وهذا الأمر الثالث وهو معرفة الأدلة وطرق الاستنباط هو من مادة علم أصول الفقه، فعلم أن الفقيه له حاجة ضرورية إلى علم أصول الفقه، إذ به يعرف أدلة الفروع التي يدرسها ويدرسها، ويعرف أيضا طرق استنباط الأحكام من الأدلة وطرق الاجتهاد
في النوازل التي لا توجد لها نصوص معينة أو أشباه يمكن أن تقاس عليها. ووجه حاجة الفقيه إلى أصول الفقه أنه لا بد له من الاستدلال على الفروع التي يدرسها ويدرسها، والاستدلال يحتاج فيه إلى ضبط 4 أمور معظمها راجع إلى مادة أصول الفقه. الأمر الأول هو أن أي دليل تستدل به، خصوصا إذا كان دليلا نطقيا من كتاب أو سنة، فإنك تحتاج أولا إلى إثبات أن الشارع تكلم به، بأن يكون قرآنا يتلى أو أن يكون سنة صحيحة أو حسنة. إذن هذا هو الوجه الأول. هذا الأمر يدرس في علمين: علم أصول الفقه طبعا يدرس فيه المسائل المتعلقة بثبوت القرآن الكريم ونقاش الاحتجاج بالقراءات الشاذة، ويدرس فيه طرف أيضا كذلك من مسائل الإسناد في السنة من قبيل حجية المرسل مثلا، والكلام في عدالة الصحابة، والكلام في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وهذا يدرس طرف منه في علم أصول الفقه، لكن له علم آخر أيضا وهو علم مصطلح الحديث، يحتاج إليه الفقيه أيضا كذلك، لأن هذا العلم هو المتخصص في ضبط قواعد الاحتجاج بالسنة. نصوص شرعية ينظر فيها من جهتين: من جهة ورودها ومن جهة دلالتها. جهة الدلالة تحتاج إلى علم اللغة وعلم أصول الفقه، أما جهة الورود فإنها علمها الأهم هو علم المصطلح، خصوصا ما يتعلق منها بالسنة، وتدرس أيضا كذلك في مادة أصول الفقه. والحاجة إليها في القرآن ليست قوية، لأن القرآن متواتر بحمد الله لا خلاف بين الأمة فيه، وإنما الحاجة إلى جهة الإسناد وجهة إثبات الدليل الشرعي ونسبته إلى الشارع تقوى وتعظم في مباحث السنة، لأن السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، ولذلك وضع العلماء هذا العلم. ومع وضع هذا العلم فإن الأصوليين أدخلوا مباحث كثيرة تتعلق بالإسناد أيضا في علمهم. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه المستدل هو أن يكون هذا الدليل الذي يستدل به باقي الحكم غير منسوخ، وهنا يحتاج الفقيه للإلمام بعلم الناسخ والمنسوخ. وقد ألف علماء كثيرون في ناسخ القرآن ومنسوخه، وألف بعضهم أيضا كذلك في ناسخ السنة ومنسوخها، وحاولوا حصر ذلك. وهذا أيضا مبحث من مباحث علم أصول الفقه يتناوله المحدثون على سبيل الإجمال في كتب المصطلح، لكن مباحثه المبسوطة هي في علم أصول الفقه، فالأصوليون هم الذين يتحدثون عن النسخ، أنواع النسخ مثلا من حيث نسخ التلاوة والحكم أو أحدهما أو هما معا، وكذلك أيضا هل النسخ يحتاج إلى أن يكون إلى بدل أو لا يستلزم أن يكون إلى بدل، ما يعرف به النسخ، ما يثبت به النسخ، وهكذا. الأمر الثالث هو أن يكون هذا الدليل الذي تستدل به واضح الدلالة، مقبولا في الاستدلال، بأن يكون نصا أو ظاهرا، أو إذا كان مؤولا فإن تأويله يكون تأويلا صحيحا تسعفه الأدلة.
وذلك لأن دلالة النصوص الشرعية على الأحكام الفقهية تنقسم إلى 4 أقسام، لأن اللفظ الشرعي إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا هو النص، كالأعداد مثلا، مثل قول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، هنا لا يمكن أن يقول أحد أنا أرى أن 80 هذا معنى 80 هذه معناها 40 أو معناها 50، هذا ضرب من العبث، فإن النصوص وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا لا يمكن أن تعارض من جهة دلالتها، يمكن أن تتطرق لها المعارضة من جهة أخرى، مثلا أن تعارض بدليل آخر أو أن تعارض من جهة صحتها مثلا، لكن لا يمكن أن تناقش من جهة دلالتها. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، الحنفية لا يغسلون الإناء 7، ولكنهم لا يناقشون في أن كلمة 7 تدل على هذا العدد، لأن النقاش في هذا ضرب من العبث، فالنصوص لا تحتمل إلى معنى واحد، لكن يناقشون بأدلة أخرى، يقولون إن راوي الحديث ما كان يعمل به وأن هذا يدل على نسخه ونحو ذلك، فالنصوص يمكن أن تناقش من جهة غير دلالتها، أما جهة دلالتها فلا يمكن أن تناقش منها. الوجه الثاني من وجوه دلالة النص أن يكون ظاهرا، والظاهر هو المعنى المتبادل، وأسباب الظهور كثيرة، منها مثلا حبل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، فالأصل حمل الكلام على ظاهره، أصل حمل الكلام على ظاهره، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا ظاهره أنه يصدق على كل امرأة، وحمله على بعض النساء هو مجاز، والأصل حمل الكلام على ظاهره لا على مجازه. كذلك أيضا من وجوه الظهور أن يكون الكلام مرتبا وليس فيه تقديم ولا تأخير، فمثلا في آية الظهار الحنفية يقولون إن الكفارة تجب بمجرد الظهار، لأن تقدير الآية عندهم أن مثلا الذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة أول شيء ثم يعودون لما قال، وهذا فيه عدول بالكلام عن نسق ترتيبه، والأصل في الكلام أن يكون مرتبا ليس فيه تقديم ولا تأخير. من وجوه الظهور أن يكون اللفظ ليس فيه إضمار مستقل لا تقدير فيه، فمثلا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الإمام مخير بين هذه الاحتمالات، فله أن يقتل دون صلب، وله أن يصلب ويقتل، وله أن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وله أن يغرب المحارب. الإمام الشافعي يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، يرى أنهم يقتلون إن قتلوا وأنهم يقطعون إن سرقوا، لكن هذا الوجه الذي حمل عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذه الآية يقتضي حمل الكلام على أن فيه إضمارا، والأصل في الكلام أن يكون مستقلا ليس فيه إضمار، وهكذا قلنا إن الألفاظ إن النصوص الشرعية في دلالتها على الأحكام تنقسم إلى 4 أقسام، لأنها إما أن تكون نصا أو أن تكون ظاهرا أو أن تكون اللفظ مجملا، والمجمل هو ما يحتمل معنيين فأكثر من غير ترجح بواحد منها، ولا يصلح للاحتجاج إلا بضميمة دليل يعين المعنى المراد، وليس في الشارع ليس في كلام الشارع إجمال باق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذه الأمة جميع الأحكام التي نزلت إليه. ومن أمثلة المجمل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء،
فالقرء في كلام العرب يطلق تارة على الطهر ويطلق تارة على الحيض، فهو مجمل. لذلك اختلف العلماء، فرأى المالكية والشافعية أن القرآء هو الطهر، ورأى الحنفية والحنابلة أن القرآء هو الحيض، وينبني على ذلك عدة المطلقة، فإن عدة المطلقة ذات الأقراء أقصر عند المالكية والشافعية منها عند الحنفية والحنابل، لأن المالكية والشافعية تنتهي العدة عندهم بالحيضة الثالثة، والحنفية والحنابلة يشترطون انقضاء الحيضة الثالثة لكي تحل. القسم الرابع من هذه الأقسام هو المؤول، والمؤول هو اللفظ الذي ليس المعنى الذي ليس ظاهرا من جهة الشرع، وينقسم إلى تأويل مقبول وتأويل مردود. التأويل المقبول هو الذي تسعفه الأدلة الشرعية، وذلك مثل حمل قول الله تعالى إنما المشركون نجس على أن النجاسة هنا هي نجاسة معنوية، وأن المشرك ليس نجس العين، وإن كان ظاهر الآية يقتضي أن المشرك نجس العين، لأن الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، لكن دلت نصوص شرعية على أن المشرك ليس نجس العين، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض الكفار في المسجد ولو كانوا نجس العين لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلم في أن يتزوج الكتابية وهي كافرة، والزواج مظنة اختلاط الريق والعرق وغير ذلك، ولم يؤمر المسلم أن يغسل عنه شيئا من الكتابية إلا مثل ما يغسله من المسلمة، فعلم بأدلة مستقلة أن الكافر ليس نجس العين، فهذا تأويل مقبول. إذن هذه وجوه الدلالة يحتاج إليها الفقيه، يحتاج أن يعرف هل دلالة هذا النص على هذا المعنى هي بالنصوصية التي لا تحتمل معنى آخر، أم هي بالظهور، أم بتأويل، وهل هذا التأويل مقبول أو تأويل مردود، أم أن هنالك إجمال، وحينئذ يحتاج إلى أن يرجع إلى أدلة أخرى يمكن أن يعرف منها الوجه الراجح من الوجوه التي وقع فيها الإجمال. الأمر الرابع الذي يحتاج إليه المستدل هو أن يكون هذا الدليل الذي يستدل به خاليا من المعارضة أو راجحا على معارضة، أن يكون خاليا من المعارضة، أي ليس في المسألة إلا هذا الدليل وما يقويه وما يشهد له من الأدلة الشرعية، أم أن هذا الدليل الذي استدل به معارض بأدلة أخرى. وإذا كان معارضا فلا بد من أن يبحث في هذا المعارض هل هو راجح أو مرجح. مثلا جمهور أهل العلم يرون أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء، وقال الحنفية مس الذكر لا ينقض الوضوء. طيب إذن عندنا تعارض بين هذين الرأيين، ما هو دليل المالكية مثلا في هذه المسألة؟ دليلهم حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الدليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو معارض؟ نعم معارض، بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما هو بضعة منك، وهذا يقتضي أنه لا ينقض الوضوء. طيب هل المعارض راجح أم لا؟ هنا ينظر الفقيه فيجد أن المعارض ليس راجحا، لأن حديث بسرة له مرجحات كثيرة، منها تعدد الرواة الذين رووه، فقد رواه عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أنه ناقل عن الأصل، والدليل الناقل عن الأصل راجح عن الدليل المبقي على الأصل، فالأصل أن ذكر الإنسان هو بضعة منه أي قطعة من جسده،
الإنسان إذا مس شيئا من جسده لا ينتقض وضوء. لكن هذا الحديث الذي روته بسرى ناقل عن ذلك الأصل، والنقل عن الأصل من المرجحات كما هو مقرر في علم أصول الحكم. إذن الفقيه يحتاج أن يعرف هذه الوجوه، وهذه الوجوه راجعة بالجملة إلى علم أصول الفقه. فالحاجة إلى معرفة أصول الفقه على سبيل الإجمال وجوه، منها أن معرفة أصول الفقه يعرف الفقيه منها أولا الأحكام وأنواعها وما كان منها تكليفيا وما كان منها وضعيا، وهذا مادة أصولية. الفقيه بما يحكم؟ الفقيه يقول هذا جائز، هذا مكروه، هذا مباح، هذا واجب، هذا حرام. هذه الاصطلاحات أصلا هي صنعة أصولية. فالأصوليون هم الذين قسموا الأحكام إلى أقسام تكليفية وأحكام وضعية، فقالوا إنما أمر الشارع به، قالوا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. فالحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، فإن أمر الشارع بالشيء أمرا جازما فهو الواجب، وإن أمر به أمرا غير جازم فهو المندوب، وإنها عن الشيء نهيا جازما فهو حرام، وإنها عنه نهيا غير جازم فهو مكروه، وإن أذن فيه فهو المباح. والأحكام الوضعية هي علامات وأمارات وضعها الشارع علامة على صحة العبادة أو طلبها أو منعها، فمنها الأسباب والشروط والموانع كما هو مقرر بالتفصيل في علم أصول الفقه. هذه المسائل كلها يحتاج إليها الفقيه، فالفقيه يحتاج أن يعرف معنى الشرط. هو مثلا الفقيه في درس الفقه يقول شروط الصلاة هي طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة. طيب ما معنى الشرط؟ يحتاج إلى أن يرجع إلى علم أصول الفقه ليعرف معنى الشرط. فالشرط هو الذي يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يلزم من عدمه العدم. فالإنسان إذا لم يكن متوضئا فصلاته باطلة، إذا صلى الإنسان وهو محدث فصلاته باطلة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. فيمكن أن يكون الإنسان على وضوء في وقت لا تجب عليه الصلاة فيه. يقولون مثلا الحيض مانع من الصلاة والصيام، مانع من وجوبهما ومانع من صحتهما. طيب ما المانع؟ نحتاج إلى أن نرجع إلى علم أصول الفقه، فالأصولي هو الذي سيبين لنا معنى المانع، ويقول لنا إن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجود من ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فجريان دم المرأة حيضا أو نفاسا يمنع وجوب صلاتها وصومها ويمنع صحتهما، لكن كون المرأة طاهرا ليست حائضا هذا في حد ذاته لا يجب عليها صلاة، لأنها يمكن أن تكون طاهرا في وقت لا تجب عليها فيه الصلاة أو في وقت لا تجب عليها فيه الصيام. إذن أهم شيء بالنسبة للفقيه هو تحديد الأحكام، أن يحدد أن هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام، وكذلك الأحكام الوضعية. هذه يحتاج فيها إلى معرفة الأصول، لأن الأصولية هو الذي سيحدد هذه المصطلحات ويبين معانيها. الفقيه أيضا يحتاج كذلك إلى حصر الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية أنواع منوعة، منها الأدلة الأربعة الكبرى وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومنها أدلة أخرى كثيرة، منها ما اتفق عليه ومنها ما اختلف فيه، وهذه هي التي يسلكها الأصوليون في باب يسمونه باب الاستدلال، فيذكرون فيه جملة
الأدلة التي ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا. فيذكرون فيها مثلا الاستدلال بقول الصحابي، بعملية أهل المدينة، بالاستقراء، بسد الذرائع، بالاستصحاب، الاستحسان، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذه الأدلة عموما مهمة بالنسبة للفقيه، وأن يعرف ما يجرى فيه بعض هذه الأدلة ويكثر اعتبار الشارع له فيه. مثلا العرف يجرى في المعاملات والعادات كثيرا، لأن الشارع أحال عليه في مسائل كثيرة تتعلق بأبواب مثلا الأنكحة ونحو ذلك، كقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. معروف معناه المتعارف عليه بين الناس، وعاشروهن بالمعروف. فكثيرا ما يحيل الشارع على المعروف، أي على المتعارف عليه بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه، قدر المعتاد، الوسط الذي يجري العرف والعادة بأخذه. فيجري في هذه الأبواب كثيرا دون أبواب العبادة. وهكذا فيحتاج الفقيه إلى أن يعرف الأصول التي تسلك في أبواب معينة وتستعمل فيها أكثر من غيرها. كذلك أيضا يحتاج أن يعرف طرق التعامل عند تعارض الأدلة. إذا تعرضت له الأدلة الشرعية يعرف كيف يتعامل مع التعارض، وهذا مبحث أصولي كبير عقد له الأصوليون بابا سموه باب التعادل والتراجيح. يحتاج إلى أن يعرف وجوه استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. فمثلا الحنفية يقولون إن الزكاة تجب في كل ما يزرع وفي كل ما يخرج من الأرض إلا إذا كان حشيشا أو حطبا، فيرون وجوب الزكاة بالخضروات والفواكه ولو لم تكن مدخرة. جمهور أهل العلم يرون أن الخضروات كالبقول مثلا والجزر والبصل ونحو ذلك أنها لا زكاة فيها. بما استدل الحنفية على وجوب الزكاة في هذه الأشياء؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشب. فيما سقت السماء. طيب، ما هو وجه الاستدلال بهذا الدليل؟ هذا مما يحتاج إليه الفقيه، أن يعرف وجه الاستدلال. وجه الاستدلال في هذا الدليل استدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أن ما من ألفاظ العموم، فهي عامة في كل ما سقته السماء من النباتات مما تنبته الأرض. طبعا الجمهور عارضوا هذا بأدلة أخرى، ونحن هنا لسنا بصدد نقاش هذه الأدلة التفصيلية، وإنما نبين أمثلة لحاجة الفقيه إلى علم أصول الفقه. يحتاج أيضا كذلك أن يعرف وجه قول إمامه. يعني أنت مثلا إمامك استدل على مسألة معينة بدليل شرعي، فتحتاج أن تعرف وجه استدلال إمامك على هذه المسألة. مثلا المالكية يرون أن ريق الكلب ليس بنجس. ريق الكلب ليس بنجس عند المالكية. طيب، من أين جاءوا بذلك؟ جاءوا بذلك من قول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فالله سبحانه وتعالى أذن لنا في الاصطياد بالكلاب، وأذن لنا في أكل ما أمسكته تلك الكلاب. ومعلوم أن الكلب لا يمسك فريسته حتى ينشب فيها أظفاره وأنيابه، ولم نؤمر بغسل ذلك اللحم الذي مسته أنياب الكلب. إذن
نعرف هنا وجه قول المالكية إن ريق الكلب ليس بنجس، وهذا طبعا عارضوا به ظاهر حديث غسل الكلب، غسل الإناء من الكلب سبعة. من أهمية أصول الفقه بالنسبة للفقيه أن الفقيه العارف بأصول الفقه يستطيع أن يخرج الأشباه على مسائل إمامه المنصوص. نص الإمام مثلا على مسألة فوجدت أنت مسألة أخرى شبيهة بها، تستطيع أن تلحق الأشباه بأشباهها ونظائرها، وهذا ما يسمى بالتخريج في الفقه وهو معروف. إذن علم بهذا وجه حاجة الفقيه إلى المسائل الأصولية عموما وقواعد أصول الفقه. هنا أسئلة قد يسأل طالب العلم، هل نبدأ في الدراسة بعلم أصول الفقه أو نبدأ بعلم الفقه؟ للعلماء في ذلك رأيان، منهم من يرى أنه ينبغي أن تقدم دراسة مسائل أصول الفقه، لأن الإنسان ينبغي أن يعرف وجوه الاستدلال وطرق الاستنباط قبل أن يعرف الأحكام التفصيلية، ليعرف وجه أخذها من النصوص عند دراستها. ومما ذهب إلى ذلك الإمام الشرازي والإمام أبو بكر القفال وغيره. وقد درج بعض المالكية على هذه المنهجية فجعلوا مقدمات أصولية لبعض كتبهم، من ذلك مثلا الإمام عبد الواحد بن عاصر رحمه الله تعالى، فإنه ذكر مبحث الأحكام وهو مبحث أصولي بين يدي المسائل الفقه قبل كتاب الطهارة، فقال الحكم الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف القنا بطلب أو إذن إلى آخره، فجاء بمسائل أصولية في مقدمة كتابه وهو كتاب في الفروع الفقهية على مذهب المالكية. الإمام ابن رشد الحفيد وضع مقدمة أصولية أيضا كذلك لكتابه بداية المجتهد، وهو موسوعة مشهورة في الفقه المقارن، وهذا الكتاب بالمناسبة من أعظم الكتب التي ينتفع بها طالب العلم في وجوه الاستنباط والاستدلال وطرق التعامل مع الأدلة عند تعارضها. وقد ذكر فيه أسباب الخلاف في مسائل كثيرة، بل في معظم مسائله ذكر أسباب الخلاف، فهو من الأدلة من كتب الفقه المقارن النافعة للفقيه. هذا على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل هناك علم يربط بين هذين العلمين وهو ما يسمى بعلم تخريج الفروع على الأصول، والمؤلفات فيه كثيرة، ومن أنفع الكتب فيه من المختصرات عند المالكية كتاب مفتاح الأصول للتلمساني، للشريف التلمساني، وهو كتاب جميل جدا يمتاز بأمور مهمة يحتاج إليها الفقيه، بل حتى يحتاج إليها الأصول. لذلك أولا حسن ترتيبه وتهذيبه للمسائل وتحريره لها، بناؤه الفروع الفقهية على القواعد الأصولية تأصيلا وتمثيلا، وقد أحسن في ذلك رحمه الله تعالى. هناك ميزة أيضا عظيمة في هذا الكتاب قل أن تجدها في غيره، وهي تنوع الأمثلة للمسائل الأصولية. من المعلوم أن علم أصول الفقه أن الأصوليين بشكل عام عندهم فقر في التمثيل، فقد تقرأ مثلا مسألة من مسائل الأمر أو النهي أو من مسائل القياس فتقرأها في عشرة كتب من كتب أصول الفقه فتجدهم جميعا يمثلون بمثال واحد لهذه المسألة. الشريف التلمساني رحمه الله تعالى أكثر من الأمثلة الفقهية للقواعد الأصولية ونوع الأمثلة وذكر أمثلة كثيرة لا توجد
في كثير من كتب الأصول، وسأعرف ذلك على منهجية واضحة، منها ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالسند، ثم ما يتعلق بالدلالة إلى آخر الأبواب الأصولية. وعموما هذا العلم علم نافع، ويحسن بطالب العلم، بل لا بد لطالب العلم من الإلمام به. وهذا ما سنح لنا في هذه الخاطرة وهذه الكلمة من علاقة أصول الفقه بعلم الفقه، وأهمية علم أصول الفقه بالنسبة للفقيه. فنختصر على هذا القدر. بارك الله فيكم وحفظكم، السلام عليكم.